أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك من اعتنى بكتب ابن القيم وجعلها في كتب مصغرة وأضاف إليها بعض التعليقات اليسيرة، منهم في عصرنا صهيب الكرمي، فهل تعرفونه يا فضيلة الشيخ؟ لا والله ما نعرفه، لست أعرفه. وإذا كان يقصد من هذا الاستفادة من كتب ابن القيم فلا بأس بذلك. نعم، بس المهم أنه ما يتصرف فيها بزيادة أو نقصان أو تعليق، أو تعليق فيه انتقاد لابن القيم أو تغليط لابن القيم كما يفعل بعض المتعالمين. ما يتصرف في كلام العلماء أبدا. نعم.